الرد على ادعاء أن الشيطان خادم ليهوه في العهد القديم، هناخد الجزء الأول لأنها شبهة طويلة، فهقسمها على جزئين عشان ما تبقالش طويلة قوي الرد عليها. هعرض في الملف ده رد هيبدو غريب جدا لحضراتكم كمسيحيين، وخاصة اللي ما بيتطرقش وما بيسمعش كلام الربوات الحداثة اليهودياهم بتعود الفكر الغريب المهرطق. ففكر غريب يبدو للبعض، هو بيدعي في بعض المتهودين أو الربوات الحداثة إنه الشيطان ده لا ولا وحش ولا شرير ولا غيره، الشيطان ده عبارة عن ملاك حلو وأمور وأمين وخادم أمين جدا ليهوه، بيعمل كل اللي بيؤمر بيه يهوه بينفذه هذا الملاك بالحرف الواحد، ولا ليه ولا بيفكر ولا بي 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 بيطلع أي حاجة من نفسه. يعني هذا الفكر اليهودي عايز ينسب كل شر الشيطان لربنا نفسه. فهذا الفكر اليهودي اللي بيدعي انه الشيطان ده ملاك خادم امين ليهوه بينفذ اراده يهوه في العهد القديم، مش كده بيقول لكم العهد الجديد بتاعكم ده كله غلط في غلط، ما عندناش الكلام ده في العهد القديم طبعا. وبينادي بهذا الفكر احد الربوات المشهورين بهجومه على المسيحيه اللي حضراتكم عارفينه، ولا ما بحبش اذكر اسمه كتير، عشان كده اغلب كلامي النهارده هكتفي بالعهد القديم. طبعا العهد الجديد واضح جدا في موقف الشيطان، لكن أنا هكتفي عشان أرد عليهم يهود بيعترفوا بالعهد القديم بس، كويس، هرد عليهم فقط من العهد القديم، هرد عليهم فقط من التناخ. هقدم نقاط الادعاء اللي هما بيقولوها باللون الأسود والرد على نقطة نقطة مني قدام حضراتكم باختصار. يبدأوا يقولوا التالي، فالكلام اللي أنا هقوله ده مش كلامي، صائد التسجيلات، الكلام ده أنا بقرأ نص الكلام اللي بيقولوه بعض الربوات الحداثة. يقولوا إن الرب الذي يصنع الخير والشر، أن الذي يصنع الخير والشر هو الرب، والشيطان ليس له أي دور في الشر، الشيطان ده بس بينفذ إرادة يهوه. والكلام ده يقولوا بدليل إيه؟ بص الكتاب المقدس نفسه بيقول لكم في أشعياء 45:7، مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه. فقال لك أيوة صانع الشر هو يهوه، الشيطان ملوش علاقة، الشيطان بس بينفذ اللي بيأمره بيهوه وخلاص، وهو خادم مطيع وزي الفل الراجل. أولا طبعا الجزء ده شرحته سابقا بشيء من التفصيل في ملف صانع السلام وخالق الشر اللي حب يرجع له عشان يسمع الرد بالتفصيل، لأن النهاردة هرد على الحاجات دي باختصار. وأيضا اللي عايز الموضوع ده بالتفصيل يقدر يرجع للرد على شبهة إن إله المسيحية مضل، وباختصار شديد العدد نفسه بيوضح اللي بيقوله. لما بيقول إيه العدد؟ مصور النور وخالق الظلمة، هل ربنا خلق الظلام؟ هل في انتيتي اسمه ظلام؟ لا، الظلام معروف انه نتيجة سلبية لغياب النور، يغيب النور يبقى ظلام، فده نتيجة سلبية. وزيه بالظبط الشر، يغيب خير ربنا يبقى شر، فالشر غير مخلوق، مش انتيتي خلقها ربنا، مش كيان خلقه ربنا، لكن الشر نتيجة سلبية لغياب خير وسلام وحماية ربنا. يعني في غياب سلام ربنا بيكون شر. للأسف احنا احيانا صعب بالنسبة لنا نتصور هذا الأمر، لأن احنا كتير مننا بناخد حماية ربنا لينا وخيره وسلامه اللي باستمرار بناخده كحق مكتسب. أنا بصحى النهاردة الجو كويس، هروح الشغل عندي صحة، هخلص الشغل هاكل واشرب واستمتع بحياتي والكلام ده كله، ومش عارفين ان كل ده ليس حق مكتسب، مفروض we shouldn't take it for granted كحق مكتسب، ولكن ده عطية من ربنا. متى نزع ربنا خيره وسلامه هتبقى حياتنا شر في شر، متى نزع ربنا ولو حاجة بسيطة حمايته لصحتي هعيا. ففي غياب سلام ربنا بيكون الشر، فالشر نتيجة سلبية لغياب خير ربنا. عشان كده ينسب
مجازيا خلق الشر بطريقة غير مباشرة لربنا بمعنى بلاغي، مش لأنه خلقه ككيان، لكن في غياب ربنا، عمل ربنا في غياب، أو لما ربنا يرفع سلامه وغياب سلام ربنا بيصبح شر، زي بالظبط النور والظلام، في غياب نور ربنا بيكون ظلام. فربنا غير مجرب بالشرور، وده قالها الكتاب، ولكن طبعا عشان من العهد الجديد مش هستشهد بيها. النقطة التانية، حتى لغويا العدد ده في أشعياء 45 7، كلمة الشر هنا جات اللي هي كلمة رع، لا بمعنى الخطية، وإنما نتيجة أو العقوبة. كلام ده لاحظوا الأباء من البداية وقالوه، على سبيل المثال قديس يوحنا ذهبي الفم قال يوجد شر، اللي هو بالحقيقة شر اللي هو يقصد بيها الخطية، الزنا، الدعارة، الطمع، أشياء أخرى مخيفة بالعدد تستحق التوبيخ الشديد والعقوبة، كما يوجد أيضا شر هو في الحقيقة ليس شرا، إنما يدعى ذلك يعني لغياب حماية ربنا، مثل المجاعة، الكارثة، الموت، المرض وما أشبه ذلك. ويكمل ويقول فإن هذه ليست شرورا وإنما تدعى هكذا، لماذا؟ يجاوب ويقول لأنها لو كانت شرورا لما كانت تصبح مصدر لخيرنا، إذ تؤدب كبرياءنا وتكاسلنا وتقودنا إلى الغيرة وتجعلنا أكثر يقظة. يعني لما ربنا بيرفع حمايته، خيره، نوره، بنقع في الظلام، في الشر، في المشاكل. فهي ليست شرور بالمعنى المعروف، الشرور هي الخطايا، أما دي مش شرور بالمعنى المعروف، ولو كانت شرور بالمعنى المعروف ربنا ما كانش يحولها لخيرنا. نفس المعنى يقول الأب ثيودور في مناظرته مع القديس يوحنا كاسيان، اعتاد الكتاب المقدس أن يستخدم تعبير شرور بمعنى أحزان في معاني غير مناسبة، فإنها ليست شريرة في طبيعتها لأنها مش خطايا، وإنما دعيت كذلك لأنها يظن أنها شرور بالنسبة لمن لم تسبب لهم خيرا. نيجي ندرسه من ناحية تانية تاريخيا. فعرفنا الأول سياق الكلام في العدد، والحاجة التانية لغويا وبناء عليه شرحوه الآباء إزاي. ناخده من زاوية مختلفة وهي الزاوية التاريخية. الكلام ده بيكلم ربنا مين في الإصحاح ده اللي بيقول له أنا خالق النور والظلام، أنا خالق الخير والشر، ربنا بيكلم مين؟ في هذا الإصحاح في أشعياء 45 ربنا بيكلم كورش. كورش من فارس، عندهم عبادة، عقيدة عبادة الإلهين، إله الخير وإله الشر، إله بتاع النور وإله بتاع الظلام، إله بتاع الخير وإله بتاع الشر. فربنا بيكلم كورش بيقوله ما فيش حاجة اسمها إلهين، ما فيش إله بتاع نور وإله بتاع ظلام، الاثنين أنا الوحيد الخالق، ما فيش إله بتاع خير وإله بتاع الشر، الاثنين تبعي أنا اللي بعمل كل خير، وفي غياب الخير بتاعي بيبقى شر. فربنا بيكلم كورش اللي عنده هذه العقيدة بتاعت الإلهين لأنه من فارس، عشان كده بيستخدم تعبير خالق الشر، لأن زي ما قلت لبعض الأمم الوثنية في هذا الزمان ومنهم فارس كان ليهم إيمان أن هناك إلهين، إله خير وإله للشر. فربنا بمعنى العدد، إيه المعنى المقصود؟ إيه الفكرة اللي اتصاغت بهذه الطريقة في نبوة أشعياء بطريقة بلاغية وليس طريقة حرفية؟ الفكرة المقصودة ما فيش إلهين، ده اللي بيقوله ربنا. المعنى هنا لا يوجد إلا إله واحد، الخير منه والشر بغياب خيره أو بسماح منه. فالله لا يتسبب في الشر أو الخطية، فالخطية هي عدم القدرة أو فشل الإنسان في أنه يحيا في البر، فالخطايا هي دي الشر. أما النتائج السلبية لغياب خير ربنا هي توصف بشر، أو أحيانا يقولوا عليها شر طبيعي، لكن هي ليست شر، هي نتيجة سلبية لغياب خير ربنا. فالسرقة دي خطية، الإنسان فشل أن يحيا أمينا، لكن الكوارث الطبيعية بيقول عنها الإنسان شر، لكن هي نتيجة سلبية وليست شر، ليست خطية، بيسمح بيها ربنا لما بيرفع حمايته عشان للتأديب أو علشان للتزكية.
فكلمة شر اللي جت هنا مش معناها خطية، لكن نتيجة سلبية. ربنا ما خلقش شر ككيان، ولكن غياب سلام ربنا هو اللي بيسبب نتيجة سلبية الشر. أما الشيطان ده المجرب بالشر، وده اللي بيغوي الإنسان أن يقع في الخطية، وهو اللي بيقوم بالإغواء. عشان كده استشهادهم بهذا العدد اللي يدعوا أن الشيطان ليس له دور في الشر استشهاد خطأ. نكمل مع بعض ويكملوا الاستشهاد التالي. يقول لك أيضا الملاك ربنا، عندنا عدد بيؤكد أن ملاك ربنا اللي جاي ينفذ مشيئة ربنا، الملاك الحلو الكويس ده كان اسمه شيطان، ليه ساتان. الكلام ده فين؟ بيقول لك في الترجمة اليسوعية، أو لو قريته من سفر العدد 22-32، فقال له ملاك الرب: لماذا ضربت أتانك 3 مرات؟ فهأنذا خرجت ووقفت مقاوما لأن الطريق مسدود. يقول لك الكلمة دي هنا معناها شيطان. فبيقولوا لو الشر شيطان، يطلع ان هو ملاك الرب في العدد ده، يبقى ملاك الرب هو الشيطان، ويبقى الشيطان خادم ليهوه. ناخد العدد ده اللي بيستشهدوا بيه، فاللي بيقوله المشكك هنا خطأ. وباختصار الكلمة هنا ليست اسم ملاك، لكن تصريف من فعل بيقوم بمهمة مقاومة. تصريف من مصدر فعل قاوم. اسم الشيطان هو اسم معرف، هاساتان في العبري. كلام ده فين؟ من العهد القديم، أنا ما بستشهدش من العهد الجديد. وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان هاساتان في وسطهم، اللي هو في أيوب 1:6. اسم الشيطان هنا اسم علم مذكر معرف بحرف الهاي في العبري، عشان كده هو هاساتان. حرف الهاي ده أداة التعريف في العبري. أما الكلمة اللي أتت في سفر العدد 22-32 بناء على ترجمة الفان دايك: لماذا ضربت أتانك الآن 3 دفعات؟ هأنذاك قد خرقت للمقاومة. ده ليس اسم وما فيش أداة التعريف. قاموس سترونج: ساتان كلمة ممكن تحمي أوبوننت مقاوم، لو جت معاها أداة التعريف تبقى الشيطان، لأنها كلمة أصلا جاية من فعل يقاوم بأداة التعريف شيطان اللي هو رئيس عدو الخير، أو تأتي بمعنى مقاوم واقف ضد. فالقاموس بيشرح أن الكلمة بدون أداة تعريف تعني مقاوم، من فعل يقاوم، اللي بيقاوم شيء سواء خيرا أم شر، تنطبق على أي حد في موقف مقاومة. لو أنا وقفت أمام قانون وحش بقاومه، أنا باخد هذا الصفة لساتان. ده مش معناها أن أنا بقيت شيطان، ده ليس اسم أحد. اسم الشيطان بأداة التعريف هاي. أيضا قاموس كلمات الكتاب المقدس يشرح لنا بشيء من التفصيل نفس الأمر، وبيقول لنا بوضوح أنه ساتان اسم مذكر يعني مقاوم، شيطان مشتكي. هذا الاسم استخدم 27 مرة في أيوب، وجد 14 مرة، يعني الشيطان المشتكي اللي جه فيها بأداة التعريف في العبري حرف الهاي اللي هي زي الألف ولام في العربي. الشيطان حضر بنفسه بين أبناء الله، واشتكى أيوب أنه لا يحب أو يخدم الله بنزاهة. كل هذه الاستخدامات فيه مقدمة لسفر أيوب، وفي زكريا الاسم استخدم 3 مرات مع فعل يشتكي. الشيطان واقف مستعد أن يشتكي رئيس الكهنة يشوع. الشيطان صور على أنه هو الذي حافز داود الوحيد ليقوم بإحصاء جيش إسرائيل اللي هو أغواه. الاسم يستخدم بطريقة عامة للإشارة لمقاوم أو شخص ما يعيق أو يقاوم، فهو اسم، وهو أيضا بيستخدم كوصف لفعل. ملاك الرب قوم بالعام وحماره في طريقه للعن إسرائيل، قام بفعل معارضة. الفلسطينيين خافوا من داود أنه قد يعمل مقاوم لهم في المعركة. هل داود كده أصبح شيطان؟ في أيام سليمان الرب أعطاه راحة من جميع ما حوله فيما عدا رصين
اللي هو أصبح مقاوم لسليمان. أعداء المرنم عينه كمشتكين للهجوم عليه وشخص كان شرير منهم. فمرة أخرى يوضح لنا قاموس الكلمات الكتاب المقدس إن الكلمة دي ساتان، لو أدت معاها أداة التعريف هي اسم الشيطان ها ساتان، لكن لو جت بمعنى مقاومة ده بيوصف الفعل في هذا الأمر. فلو أتت غير معرفة تصنف موقف تصرف شخص يقاوم أو يضاد أو يخالف، بخاصة أن الكلمة في العبري المستشهد بيها في العدد ده جت إيه؟ هستان؟ لا، جت لستان باللامد وليس الهي العبري، فهي ليست اسم بل تصريف من فعل مقاومة. فالكلمة تعني لمقاومة، ليه حرف اللامد العبري ليس لها أي علاقة باسم الشيطان، لكن هو فقط التشابه، لأن الملاك الساقط لما أصبح بيقاوم أفعال ربنا فأصبح اسمه الشيطان هاستان معرف، لكن الكلمة في العدد دي مش اسم أصلا بدون الهاي. بل حتى لو رحنا لتشكيل الكلمة في نسخة ليلينغراد نلاقيها مختلفة، فاسم الشيطان في سفر أيوب، أما لمقاومة في سفر العدد التشكيل مختلف. فالشيطان المعرف بحرف الهاي هو الملاك الساقط، أما كلمة مقاومة كموقف شخص هي ليست اسم شخص لأنها غير معرفة بل وصف موقف، وصف شخص في موقف. أضرب لكم مثال بسيط جدا بناء على اللي ذكره قاموس كلمات الكتاب المقدس. شخص اسمه الناصر، ده شخص معرف بالألف والنام زي الناصر صلاح الدين. هل أي شخص يناصر شخص آخر فيتقال إنه هو ده الناصر صلاح الدين؟ فاهمين المثل؟ ففي سفر العدد الملاك اللي كان يقاوم بالعام مش هيتوصف إن هو الشيطان، ده قام بفعل. بل استخدمت الكلمة كما شرح القاموس، استخدامات الكلمة تؤكد الأمر ده. فبعض الأعداد اللي توضح خطأ فكر الربوات اليهود الحداثة دي إزاي، ففي سفر عدد 22-22 فحمى غضب الله لأنه منطلق، ده في نفس الصحاح قبلها بعشر أعداد، ووقف ملاك الرب في الطريق ليقاومه. هنا بقى الفعل جاي على أيوب، هل ينفع لأن الكلمة جاية نفس تصريف ستان فنترجمها ونقول وقف ملاك الرب لشيطنه؟ عشان كده الربوات اليهود دول اياهم انتقوا العدد اللي حاجة و30 وسابوا العدد 22 رغم نفس الكلمة على نفس الملاك، لكن لقوها ما تنفعش في العدد الاولاني فطنشوها ومسكوا العدد الاخر. بالطبع الكلمة تعني مقاومة، الا لو جت معرفة بالهاي تبقى ساعتها اسم الشيطان. سفر ملوك الاول 5-4 والآن فقد أراحني الرب إلهي من كل الجهات فلا يوجد خصم ولا حادثة شر. كلمة خصم هي كلمة نفس ساتان. هل هنا خصم معناها الشيطان اللي تم حله؟ لا، ده معناها خصم مقاوم. سفر ملوك الأول 11-14 أقام الرب خصما لسليمان. مين هو؟ هدد الأدومي. سفر الملوك الأول 11-23 أقام الله له خصما آخر رزون ابن اليادع. هل هدد الأدومي ده بإشطان؟ وهل بعدها ربنا خلق شيطان آخر اللي هو رزون؟ فربنا خلق شيطانين لسليمان؟ لا، الكلمة تعني مقاوم مش شيطان لأنها مش معرفة، بل جاءت بالجمع في سفر صموئيل الثاني 19-22 فقال الرب ما لي ولكم يا بني سراوية حتى تكونوا لي اليوم مقاومين ستانين. هل بنو سراوية أصبحوا شياطين لو أخذناها بالطريقة اللي بيقولها الربوات اليهود دولة؟
عشان كده زي ما قلت المشكك أخطر في أخطأ في إدعائه، وكلمة ساتان الغير معرفة بحرف الهاي تعني فعل مقاومة من أي شخص يقاوم آخر، أو تصريف من فعل مقاومة. أما المعرف بأداة الهاي اللي هو هاساتان، اللي هي بتترجم الشيطان، اسم علم لهذا الملاك الساقط. فمرة أخرى الشيطان مش وظيفة، ده اسم محدد لكيان ساقط شرير وهو الشيطان. فاستشهاد برضو بعض اليهود بهذا العدد برضو خطأ. يكملوا يقولوا ساتان اللي هو الشيطان عميل لإلهيم يفعل المشيئة الإلهية ليختبر كل شخص. فين الكلام ده؟ يقول لك هذا مشروح في الكتاب المقدس، وعاد فحمى غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود. مين اللي كان زعلان من شعب إسرائيل؟ ربنا. يقول لك الكلام ده الأخبار الأيام، يقول لك الشيطان، ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل. فيقول لك بصوا في الصموين الأول بيقول لك ربنا، في أخبار الأيام الأول الشيطان، يبقى الشيطان بينفذ مشيئة ربنا. طبعا الكلام ده غير صحيح، شرحت سابقا بشيء من التفصيل الرد على الشبهات المثارة حول تعداد داود، هل الله أغوى داود أم الشيطان، وما هو التعداد الحقيقي وكم عدد سنين المجاعة. وباختصار شديد لا يوجد في العددين أي إشارة أن ربنا أمر الشيطان، لكن الشيطان هو المجرب كما شرح الرب يسوع المسيح بنفسه. لكن أنا ملتزم بالعهد القديم فبوضح فقط من العهد القديم. مفيش حاجة بتتم إلا بسماح من الله، مثال أيوب اللي لسه قاريينه دليل، وسفر التثنية يقول نفس الأمر. انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر، بس ربنا عايز ايه؟ اختار الخير فتحيا. فزي ما قلت في موضوع صانع السلام وخالق الشر، بغياب نور ربنا بيكون ظلام، بغياب خير ربنا بيكون شر. فقبل ما يجرب المجرب الشيطان الشرير احد، لازم يكون سماح من ربنا، او بمعنى ان ربنا رفع حمايته ولو بطريقة نسبية، زي ما حصل في قصة داود وقصة أيوب وتجارب كتيرة عشان تكون عبرة ودروس لأبنائه. فلما ربنا واحد بيبتدي يبتعد عنه أو بيبتدي يفطر أو بيبتدي يخطئ، ربنا بيبعد حمايته شوية عنه، بيسيبه، فيبتدي يجني ثمار خطاياه وبعد عن ربنا وشره. فالقصة في أخبار الأيام التاني زي ما يقولنا صح 29 عدد 8، فكان غضب الرب على يهوذا وأورشليم وأسلمهم للقلق والدهش والصفير كما أنتم راؤون بأعينكم. لما ربنا يزعل من إنسان لأن الإنسان مش راضي يتوب، ابتدى يفطر، ابتدى يخطئ وبعد عن ربنا بإرادته، فربنا بيبتعد مع ربنا إيه؟ حمايته. لما ربنا يبتعد بحمايته بيكون الإنسان وقتها بدون حماية. مين كالعادة اللي بيستغل هذا الموقف أو ملاء الإنسان ابتدت تقل حماية ربنا عليه؟ على طول المجرب الشرير اللي اسمه الشيطان، ويبتدي يجرب هذا الإنسان اللي ربنا رفع عنه حمايته. وده تعتبر بطريقة غير مباشرة اتسمح ليه إن هو يجرب، وانس ربنا رفع حمايته عن إنسان خلاص الشيطان اتفتح له الباب إن هو يجرب. ده اللي يعمله الشيطان، فالشيطان عايز يوقع الكل في الخطية، بل حتى هدفه في هذا الموقف انه عايز يغوي داود بعد الشعب علشان يضر داود. فبيكشف عدة شهوات في قلب داود عشان يوقعه في الخطية، عشان يدمر داود والشعب اللي انه بيكرههم. لكن لما داود اخطأ والشعب اخطأ، ربنا رفع حمايته. فلما رفع حمايته نتيجة سلبية لغياب حماية ربنا إيه؟ إنه سمح لهم بالطريقة دي إن الشيطان يجربهم. فكشفت خطية داود اللي بدأ يفتخر بجيشه رغم إنه قبل كده كان كل اعتماده على ربنا وبس. فعلشان داود كمان لما يتجرب يصبح متضع ويعاقب ربنا المهملين والخطاة من الشعب، ويعطي الشعب درس روحي مهم جدا زي ما فعل مع أيوب. فالقصة كلها بالحقيقة كانت فيه خطية بدأت تتسلسل لقلب داود. إيه هو؟
داود اللي طول عمره معتمد على ربنا بس، دلوقتي ابتدى يفتخر بقوته ويعتمد على قوة جيشه ومملكته. الفكر الشرير ده ترتب عليه ان اللي بدأ داود يعتمد على قوة جيشه بدأ يعني يزداد عنده الافتخار برايد، وليس على ربنا زي ما كان في الماضي. داود الصبي ده اللي ما كانش يمتلك اي جيش ولا اي قوة وكان لسه صغير كان بيعتمد على ربنا، بيعتمد على ربنا وروح يقتل اسد، يعتمد على ربنا وروح يقتل دب، يشوف واحد زي جولياط عملاق يعتمد على ربنا ويشتعل بالغيرة وروح يقتل جولياط باسم رب الجنود بس، ولا معاه سيف ولا غيره، يروح يجيب له 5 حجرات ومش فارق معاه. زي ما قال في سفر صمويل الأول صح 17، فقال لداود الفلسطيني: أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود بس، إله صفوف إسرائيل الذين عيرتها. داود بعد كده لما كبر برضه بيعتمد على ربنا. جه في التوقيت الزمان ده شاف جيشه قوي جدا، فبدأ يفرح بالجيش بتاعه ويفتخر بيه، والافتخار ده خطية كبيرة جدا. أيضا في نفس الوقت مع الإهمال بدأت تتزايد خطايا الشعب، لأن ربنا أراحه من أعدائه، فالشعب استراح زادت فيه الخطية كالعادة. فلأجل شهوة داود وخطايا الشعب ربنا رفع حمايته عن داود وعن الشعب. فلما ربنا رفع حمايته نتيجة سلبية ايه؟ يعني ربنا سمح للشيطان ان يجرب داود، والخطية اللي كانت تنتشر في الشعب ما بعد ما استراح الشعب من الحرب مع الفلسطينيين واغتنى بغنيمة كتيرة من الفلسطينيين ومن بني عمون والأراميين، واستراح من الجفاف اللي كان حصل 3 سنين، ابتدى ينتشر في بني بليعال الخطاة جدا اللي ابتدوا ينتشروا في هذا الزمان اللي احنا فيه، وبدأ الشعب يبتعد عن ربنا. نلاحظ انه ده كان في قلب داود. داود ما رفضش اغواء الشيطان، واشكالية داود الكبرى انه ما صلاش، ما راحش على طول يصلي ربنا ويقول له انا في فكرة بتجيني ان انا اروح اعد الشعب، لكن اول ما اغواه الشيطان عمل ايه؟ على طول ليؤاب: روح عد الشعب. بل يؤاب قعد يقول له بلاش، سيب ربنا يبارك الجيش وهكذا. رفض يستمع لنصيحة يؤاب واحتد عليه، وما استشارش ربنا زي ما كان بيفعل في الماضي باستمرار، كان يصلي ربنا ويسأل ربنا مشيئته ايه. نلاحظ الفرق اللغوي كمان ما بين العددين. في سفر صمويل الثاني 24:1 يقول: وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود. أما سفر أخبار الأيام الأول 21:1 يقول إيه؟ ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى. هنا يقول أهاج، هنا يقول أغوى. أولا الرب ساب داود يفعل هذا الخطأ بطريقة أن ربنا ما تدخلش، وسابه داود لنفسه، نفس المعنى غياب النور بينتج عنه الظلام. أما الشيطان المضاد لا، ده بيغوي، بمعنى الشر حقيقي المستمر، الكره الحقيقي. الحاجة التانية، تصرف ربنا أن ساب شهوة قلب داود الشريرة تعمل في هذا الأمر اللي هو التعبير أهاج، ما ساعدهوش أن شهوته تطفي. أما الشيطان استخدم مع تعبير أغوى، لأن الإغواء بالشر، ربنا لا يغوي أحد، وده من دقة التعبير الكتابي، توضح القصة جدا وتأكد لنا أقوله. عشان كده دقة التعبير الإلهي اللي اختلفت في سفر صمويل عن سفر أخبار الأيام إن التجربة أتت من الرب، عشان محدش يفهم إن الشيطان ليه سلطان مطلق بدون إذن من ربنا. للأسف إحنا أحيانا بنبالغ في قوة الشيطان، طول ما أنت تصرخ عند ربنا الشيطان نو واي إن هو يقدر يقرب منك، وحتى لو ربنا سمح للشيطان وأنت بدون خطية واضحة، يا إما عشان يظهر حاجة في قلبك فينقيق، أو علشان شايفك حلو جدا فعايز يزكيك ويديك إكليل زيادة. فعشان محدش يفهم إن الشيطان جرب داود بسلطان مطلق بدون إذن ربنا، أيضا وضح سفر الأخبار إن الشيطان أغوى داود بعد ما ربنا رفع حمايته عن داود، لأن الله لا يجرب بالشرور، بل يسمح للشيطان بالتجربة متى ابتعد الإنسان من نفسه.
فالشيطان ليس خادم ليهوه في قصة داود، بل العدد ده في قصة داود يوضح ان الشيطان ازاي شرير، بينتهز فرصة ابتعاد شخص عن ربنا، بينتهز فرصة ان ازاي ربنا يرفع حمايته فيقوم بالاغواء الشرير. عشان كده العدد ده ضد فكرة الربوات اليهود، وليست معهم اللي بيدعوا ان الشيطان كان في الموقف ده خدام ليهوه، ده كان بالعكس، ده كان شرير. يكملوا كلامهم يقولوا ايه؟ بل الشيطان من بنو الله، كان في الاول من بنو الله. فيستشهدوا بالآتي في سفر أيوب من اليسوعية ويقولوا: واتفق يوما أن دخل بنو الله ليمثلوا أمام الرب، ودخل الشيطان أيضا بينهم. ويقولوا رباية إسحاق يقول: عذاب الشيطان كان أكثر من عذاب أيوب، لأن الرب أمره أن يكسر البرميل دون أن يسكب النبيس. أي أن الشيطان من بنو الله، بل كل تصرفاته هي أوامر إلوهيم وخاضع تماما لإلوهيم من تكوين لملاخي، لم يعمل عمل معاكس للرب وليس له إرادة. يعني بيقولك الشيطان ده ملك حلو وجميل خادم لإلوهيم خاضع تماما لإرادة إلوهيم، وعمره ما بيعمل عمل معاكس لربنا وملهوش إرادة أصلا. إيه رأيكم؟ العدد ما قالش أن الشيطان من بني الله. مرة تانية صعيد التسجيلات اللي أنا كنت بقوله دلوقتي اللي مكتوب قدامكم بالخط الأسود ده نص الشبهة، كلام الربوات اللي برد عليهم. فالرد العدد ما بيقولش الشيطان من بني الله، العدد بيقول أنه دخل بينهم، بل أنه دخل بينهم ده العدد نفسه بيميز ما بين الملائكة اللي هم من يلقبوا بني الله وما بين الشيطان. العدد نفسه بيوضح اختلافه عنهم، العدد نفسه بيقول كده، دخل بنو الله ليمثلوا أمام الرب ورح داخل في النص الشيطان. يعني الشيطان مختلف عنهم. لو كان عايز يقول إن الشيطان منهم لقال دخل بنو الله ليمثلوا أمام الله ومنهم الشيطان، ما قالش العدد الكلام ده. شرحت طبعا الموضوع ده سابقا في ملف كيف يقول الشيطان ثم يأتي أمام الله رغم أنه اضطرد وقيد بالسلاسل، وأيضا في ملف كيف يصف الكتاب المقدس أن الشيطان هيج الله. فالشيطان زي ما يشرح لنا سفر أشعياء 14 لما يقول الكلام على في البداية بيتكلم على نبوخذ نصر، وبعد كده يتكلم بصفات لا تنطبق على نبوخذ نصر على الإطلاق بل بوضوح على الشيطان، فيقول عنه: اهبط إلى الهاوية فخر ترنت أعوادك، تحتك تفترش الرمة وغطاءك الدود، كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض، يعني سقطت من السماء للأرض يا قاهر الأمم. سقط من السماء كما قر، ولكن فيما بعد أصبح لي سلطان على الأرض، قطع إلى الأرض. طبعا هاجي للعدد ده في سياق الرد على الشبهة لأنه هيستشهدوا به، ولكن ده هيكون الموضوع الجاي اللي هو الأسبوع اللي بعد الجاي بمعونة ربنا. فتلقيبه أن هو مقره في الهوية لكن يقدر يصعد إلى الهواء وليه سلطان الهواء، وعادات كتيرة جدا زي تجربته لداود وهكذا. طبعا عارف هيقولوا على طول الكلام ده عن نبوخذ نصر، لا، كلام هنا واضح أن التعبيرات لا تصلح عن نبوخذ نصر. هل نبوخذ نصر سقط من السماء إلى الأرض؟ وبناء عليه يقول الأعداد في سفر أيوب صحاح 1: وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، بنو ربنا ملائكته الخاضعين لي، وجاء، وده تمييز للشيطان أيضا في وسطهم، ولا خاضع لربنا ولا حاجة زي ما بيدعوا. فقال الرب للشيطان: أنت بتعمل إيه هنا؟ فبيقول له: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. ليه؟ لأنه مطرود. فسؤال الرب هنا، يعني ربنا بيتكلم بهذا المنظر، هل المنظر ده حقيقي ولا مجازي؟ طبعا الموقف المذكور هنا مش معناه ان ربنا محصور في مكان قاعد في قاعة واحدة كده، والملائكة لو عايزين يجوا ربنا يجوا في هذه القاعة اللي محصور فيها، لا طبعا. الموقف المذكور هنا مش موقف حرفي، ده موقف رمزي،
فالرب في كل مكان وملء السماوات والأرض، زي ما يقول سفر ملوك الأول 8:27، لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض وهذا السماوات وسموات السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت. فالكتاب طبعا الموحى بالروح القدس بيعلن، أو الكاتب بيعلن منظر سماوي توضيحي، حديث دارت بين ربنا وما بين الشيطان في وجود الملائكة عشان يستوعب الكلام ده كاتب الوحي. هذا المنظر التصوير التوضيحي ان الملائكة اجتمعت في حضرة ربنا بيتلقوا اوامره منه، بييجوا يقدموا تقرير وخاضعين ليه تماما ويمثلوا امامه، ولكن الشيطان المشتكي يجي كده يتسلل، واول ما يظهر في النص بيبقى حاجة منتقدة، انت جيت ليه؟ فده تصوير بلغة البشر على قدر ما نفهم عشان نتخيل الشيطان المشتكي بيعمل ايه. يكمل سياق الكلام اللي بيشرح ويثبت عكس اللي قالوه المشككين من الربوات اليهود. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي ايوب؟ لان ليس مثله في الارض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. تعبير جعلت قلبك يعني ضد. العدد ده يثبت خطأ من القلوب بعد فكر الربوات الحداثة لما قالوا لك لا ده الشيطان من بنو الله وكل تصرفاته بأوامر إلهيم خضع تماما لإلهيم، عمره ما بيعمل عمل معاكس لربنا، ملوش حاسة إرادة. هنا ملوش إرادة، ده هنا إرادته واضحة جدا شريرة مضادة، بيكره كل الأبرار. فربنا بيقول للشيطان انت ليه حطيت قلبك يا شرير على عبد أيوب البار؟ لأن الشيطان شاف أيوب إنسان كامل ومستقيم وبار يتقي ربنا وبيحيد عن الشر، فعلى طول الشيطان جعل قلبه ضد أيوب. ده اللي بيقوله العدد لفظا، لأن الشيطان إرادته شريرة. هل دي صفات ملائكة الرب؟ ملائكة الرب اللي قال عنهم الكتاب المقدس سفر المزامير 34:7، كل اللي أنا بستشهد بيه من التناخ العبري، ملائكة الرب حول خائفيه وينجيهم. ملائكة الرب بتفرح بالخطيين، خائف الرب على طول يجوا يحموهم. ملاك بينجي الأبرار، مش أول ما يلاقوا واحد بار على طول يحط قلبه ضده ويبتدي عايز يهلكه. العدد بيقول كده، فتأكيد أن الشيطان ضد أيوب لبره هو كمالة التجربة. بل بعد ما فقد أيوب كل شيء ولكن لسه متمسك ببره في أيوب 1:22 ولم يخطئ، يكمل الشيطان في الشر وكرهه لأيوب في 2:3 ويقول فجه طبعا: فأجاب الشيطان الرب وقال له: هل مجانا يتقي أيوب الله؟ ده أسلوب شكاية واضح من الشيطان، بالفعل شرير مقاوم مشتكي يكره الأبرار. يكمل يقول: أليس أنك سيكت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية، بركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض؟ ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له فإنه في وجهك يجدف عليك. كل الكلام ده مليان كره عشان أيوب بار. فلما ربنا سمح للشيطان يجرب أيوب وأيوب استمر رغم التجارب الصعبة جدا بار، بيمجد ربنا، وزي ما بيقول في إصحاح 1:21 قال: عريانا خرجت من بطن أمي، عريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. في كل هذا لم يخطئ أيوب ولن ينسب لله جهالة. يعني ربنا كان محق رغم كل التجارب الأولانية اللي تعرض إليها أيوب، استمر أيوب متمسك ببره، والشيطان الشرير بيكره أيوب جدا لأنه بار. ورغم كل ده الشيطان من شره ومن كرهه ما اكتفاش بذلك، فمرة تانية في الإصحاح 2 زي ما قلت: وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وبرضه جه هذا الخبيث وسطهم، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم ليمثل أمام الرب. فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. ربنا اللي عارفه فقال له، فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لأن ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر، وإلى الآن وهو متمسك بكماله وقد هيكتني عليه لأبتلعه بلا سبب. العدد الأخير مهم جدا،
ربنا بيقول للملاك خادمه اللي بينفذ أوامره وملوش أي إرادة وحلو وملاك زي الفل وأمور، يقول له هيجتني عليه لأبتلعه؟ ده حسب كلام المشكك إن الشيطان المفروض ملوش رأي، خادم مطيع تماما ليهوه بدون أي رأي ولا أي إرادة، ده اللي قالوه الربوات اليهود إياهم الحداثة دول. هل ربنا يقول هذا التعبير لملاك ملوش رأي ولا إرادة؟ بس بص رد الشيطان عليه. فأجاب الشيطان الرب وقال: جلد بجلد، وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه، ولكن ابسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه فإنه في وجهك يجدف عليك. إزاي نقبل كلام المشككين الربوات اليهود دول اللي بيدعوا إن الشيطان ملاك حلو وأمين وخادم ليهوه وملهوش إرادة، إذا كان كل كلامه قاسي وشرير وبيحاول يشتكي وبيحاول يخلي ربنا يرفع حمايته عن البشر الأبرار؟ إزاي؟ فالرب سمح للشيطان الشرير أن يضرب أيوب، لكن طبعا ربنا عارف أنه هيحولها في الآخر لخير أيوب. فالشيطان كان عايز يسقط أيوب وعايز يهلك أيوب، أما ربنا عايز يصلح عيوب خفية في أيوب ويتزكى أكتر ويبعد عن البر الذاتي اللي ظهر في أواخر التجربة عشان ينال مكافأة أكبر في الأبدية. فالشيطان بيشتكي ليل نهار وشرير وفاسد وإرادته واضحة ومقاوم لعمل ربنا وبيكره جدا الأبرار من البشر. فأكيد اشتكى أيوب مرارا، لكن المرة دي اللي ربنا اختار هذا التوقيت وسمح للشيطان بتجربة أيوب عشان يتنقى أيوب. مرة تانية نقطة جانبية بسيطة، لما نتجرب بمشكلة بمرض بضعف بحاجة نقول ليه ربنا سمحت بكده ونزعل من ربنا، وأحيانا نصدر تعبيرات صعبة وما نحطش في ذهننا أنه 20-30-50 سنة اللي فاتت اللي ما عيدتش معايا صعب ولا ما حصلت ليش تجربة صعبة، كل دول الشيطان خلالهم لم يتوقف عن الشكاية، ولكن ربنا استمر في الحماية طول هذه الفترة. نفتكر بس اليوم ولا الأسبوع ولا الشهر ولا حتى السنة بتاعت الأتعاب والألام، وننسى السنين والعقود حماية ربنا المستمرة رغم أن الشيطان ما بيتوقفش عن الشكاية مستمرة، لكن ربنا الطيب دايما بيحول التجارب لخير. فليس فقط واحد نقى أيوب من خطية البر الذاتي اللي بدأت تظهر فيه ومحدش كان ملاحظها، لكن اتنين جعلوا مثال للصبر والاحتمال والبر عبر الأجيال، تلاتة عوضوا ببركات أرضية كتيرة، وبالطبع عارفين ان هو عوضه ببركات سماوية أكتر بكثير. الكلام ده في سفر أيوب 42 بداية من عدد 10: ورد الرب سبي أيوب لما صلى لأجل أصحابه، وزاد الرب على كل ما كان لأيوب ضعفا أكرمه على أصحابه، وأظهر من خلال أيوب أيضا أخطأهم. الكلام ده يقوله في أيوب 42:7: وكان بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام أن الرب قال لإليفاز التيماني: قد احتمى غضبي عليك وعلى كلام صاحبيك، لأنكم لم تقولوا فيها الصواب كعبد أيوب اللي هو بلدة الشوحي وصوفر النعماتي معاهم. والآن فأخذوا لأنفسكم 7 ثيران و7 كباش واذهبوا إلى عبدي أيوب واصعدوا محرقة لأجل أنفسكم، وعبدي أيوب يصلي من أجلكم لأن أرفع وجهه لألا أصنع معكم حسب حماقتكم، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. فذهب أليفاز التيماني وبلد الشوحي وصوفر النعماتي وفعلوا كما قال الرب لهم، ورفع الرب وجه أيوب. كمان ربنا أعطاه كرامة في عين أخواته وأعطوه هدايا كتيرة، يقول في أيوب 42:11: فجاء إليه كل أخواته وكل أخواته وكل معرفه من قبل وأكلوا معه خبزا في بيته ورثوا له وعزوه عن الشر الذي جلبه الرب عليه، وأعطاه كل منهم قسيطة واحدة كل واحد قرطا من ذهب. كل ده بيقولوا أن الشر جلبه ربنا، رغم أن احنا شايفين القصة واضحة جدا أن ربنا لا يجرب بالشرور، كل ده بسبب الشيطان، ولكن ربنا كمان حوله لخير أيوب. وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أوله،
وكان له 14,000 من الغنم و6,000 من الإبل و1,000 فدان من البقر و1,000 أتان، وكان له 7 بنين و3 بنات، وسمي الأولى يمية واسم الثانية قصيعة واسم الثالثة قرنهفوك. ولم توجد نساء جميلات كبنات أيوب في كل الأرض، وأعطاهن أبوهن ميراثا بين أخوتهن. وعاش أيوب بعد هذا 140 سنة ورأى بنيه وبني بنيه لأربعة أجيال، ثم مات أيوب شيخا وشبعان أيام. طبعا برضو الشيطان ما توقفش، ولكن ربنا بعدها استمر 140 سنة بيحمي أيوب. فربنا رغم أنه في الظاهر سمح بالشر، ولكن هو في الحقيقة خلى خيره يغيب حاجة بسيطة علشان الشيطان يجربه، فرفع حمايته مؤقتا وبعدها حوله لخير أيوب بشكل لا يقارن بالتجربة، زي ما قال الكتاب بلاش أستشهد بالعهد الجديد فأتوقف. ليه؟ علشان حماية أيوب وأيضا تنقية أيوب وعلشان يحوله للخير. فالقصة الحقيقة اللي دقق فيها يلاقيها عكس اللي دعاه المشككين. فين الشيطان الحلو الأمور الجميل اللي ملوش إرادة وما بيخالفش إرادة ربنا؟ فين الكلام ده كله؟ ده القصة واضحة جدا إنه شرير وإرادة شريرة وبيكره الأبرار جدا وبيقف ضده. فده دليل آخر يؤكد أن الشيطان كائن شرير في العهد القديم، واللي قاله العهد الجديد هو بالضبط زي ما قاله العهد القديم، نصحين ما اخترعوش حاجة. نكمل مع بعض. يقول الربوات اليهود: الرأي اليهود أن الشيطان ينفذ عمل الرب. طبعا كل كلام اليهود بعد الرب يسوع المسيح، يعني من القرن الثاني الميلادي وما بعده، كتير جدا من الأخطاء، والسبب أن هم زي ما قال في رومية 1:28: كما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. عشان كده قالوا أساطير كتيرة وأخطاء كتيرة. بصوا بس كمية الأساطير الموجودة في التلمود فقط لمقاومة الحق، وخلطوا الصح بالغلط. تلاقوا معلومات تاريخية جميلة وتلاقوا بعدها عك وأساطير. ورغم اللي قاله المشكك ده رأي قلة من الربوات اليهود الحداثة، لكن أكشولي كتير من الربوات اليهود قدامة وحداثة يرفضوا الكلام ده وبيأكدوا أن الشيطان كائن شرير. يمكن أنا اللي بتبنى عليهم. نرجع للموسوعة اليهودية نفسها. رغم أن الموسوعة اليهودية برضو خلطت الجيد بالرديء تحت باب ستان في وصف الشيطان، تقول لكم الموسوعة اليهودية التالي: الشيطان كعضو في مجلس الإله، هو يراقب النشاط البشري ولكنه بهدف شرير. يعني شرير ليبحث عن خطايا الإنسان، فرغم أن هي بتتكلم بالفكر اليهودي ولكن بتوضح أنه هو كيان شرير، يبحث عن خطايا الإنسان يظهر كمشتكيهم. ولهذا هو المشتكي السماوي الذي يرى فقط العيوب، فهو أصر على رأيه الشرير لأيوب حتى بعد أن رجل أوز عبر بنجاح من التجربة الأولى بواسطة التسليم لمشيئة الله، ولكن الشيطان طالب باختبار آخر يكون فيه معاناة فيزيائية. يكملوا ويقولوا على الشيطان كمقاوم للإله، أهو يقولوها نفسا: as an opponent of the deity، مقاوم للذات الإلهية. وحسب تعليم وحدانية الله فوجوده لا يتعدى وجود مثل بقية الكائنات أمام وجه الله، يعني مش إله تاني مضاد. هذه النظرة أيضا ظاهرة في زكريا 3:1-2، حيث أن الشيطان موصوف بأنه مقاوم لرئيس الكهنة هوشع، شعب الله الممثلين، وهو هناك يقاوم ملاك الرب الذي ربطه صامتا باسم الله. يكملوا ويقولوا: الشيطان يبقى له مكان في تقدم الفكر اليهودي الملائكي والشيطاني في الحكمة 2:24، هو موجود. أيضا إشارة إلى تكوين 3 هو مصدر الشر، هرجع للنقطة دي في الجزء الثاني، مين اللي وقع آدم وحواء ومين بدأ كمصدر الشر؟ الشيطان. الكلام ده مش بنقوله كمسيحيين ولا العهد الجديد، الكلام ده بتقوله الموسوعة اليهودية بناء على الفكر اليهودي والعهد القديم. الشيطان من تكوين 3 مصدر الشر،
الذي قال الموت على العالم بوضوح مذكور في حكمة يشوع بن سيراخ 21-27، والحقيقة أن اسمه غير موجود في دانيال، ولكنه بدون جدل بالصدفة الشيطان هو المغوي والمضل لحواء، وهو سقط من السماء مع ملائكة آخرين بسبب شره. وبرضه يقولوا على سفر أخنوخ من هذا الوقت هو يدعى شيطان، وسفر أخنوخ سفر أبوكريفي مرفوض، ولكن اتكتب جزء كبير منه من قبل الميلاد. فهو يدعى شيطان على الرغم أنه سابقا كان يلقب بسطنائيل. تعليم سقوط الشيطان أيضا والملائكة موجودة أيضا في التلمود البابلي. يعني الشيطان كملاك ساقط، الكلام ده موجود في التلمود البابلي قدام حضراتكم. آدي اللي بتقول الموسوعة اليهودية، وتكمل الموسوعة اليهودية الكلام وتقول طبعا نفس الفكر ده اللي موجود في العهد القديم والتلمود البابلي موجود في العهد الجديد وكمان موجود في التلمود والمدراش والكبالة، كل الكلام ده. وده التعليم اليهودية الرسمية. يعني الادعاء اللي بيقول الربوات اليهود الحداثة زي أحدهم المشهور بالنسبة لحضراتكم، الكلام ده ضد التعليم اليهودية الرسمية، وكل التعبيرات دي تؤكد في المدراش ان الشيطان مصدر وكيان شرير. كل ده مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده. فالشيطان كيان شرير يريد ايه؟ عايز the destruction of man، عايز يدمر الانسان. علشان كده الشيطان so that Satan the impulse to evil، هو اللي بيغوي بالشر، هو الذابح، هو القاتل، هو مصدر الشر. عشان كده بيقولوا يوم الكفارة اليهودي، وده تعبير مهم عندهم، on the day of atonement his power vanishes. يعني قوة الشيطان في يوم الكفارة اليهودي، اليوم اللي بيقعدوا يتوبوا فيه اليهود، قوته الشريرة الشيطانية بتختفي، ما يقدرش يقرب من اليهود في اليوم ده. ايه رأيكم؟ عشان كده بيقولوا الشيطان الشرير بيشتغل في السنة only 364 يوم، واليوم 365 اللي هو اليوم الكفارة ما بيقدرش يشتغل فيه، علشان اليهود بيكونوا في حالة توبة، فبشره بيضطر يتوقف عن عمله. ادي الكلام اليهودي من الموسوعة اليهودية بيقولوا عنه he was an active agent in the fall of man، هو العنصر الفعال في سقوط الإنسان. كل الكلام ده كتابات يهودية. الشيطان كان نفسه طول عمره يعمل إيه؟ كان نفسه طول عمره يدمر اليهود. فالربوات اليهود الحداثة بيحبوا الشيطان وعاملينه حلو وأمور وجميل، رغم أن الفكر الرسمي اليهودي عارف أن الشيطان ده هو اللي طول عمره نفسه يدمر اليهود. فالربوات اليهود الحداثة دول اللي أرجو أن أنت ما تسمع لهمش، بينادوا بفكر بيحبوا فيه عدوهم اللي كان نفسه يدمرهم. حاجة غريبة. طبعا مش عايز اطول اكتر من كده، فاكتفي بالقدر ده، لكن هيكون لينا جزء تاني. وحتى بيقولوا برضو في الفكر المسايا بتاع الفكر المسياني عند اليهود، بيقولوا في انه الشيطان هو هيكون رئيس أعداء المسايا اللي هم المنتظرين. anyway، فلينا هيكون جزء تاني في هذا الأمر. آدي اللينك بتاع الموسوعة اليهودية تحت اسم الشيطان، وهتلاقوا الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم. أيضا المفسر اليهودي الشهير ماموديس أو ابن ميمون يقول أن الشيطان اللي هو هستان من ستا، يعني منحدر ساقط أو مقاوم، لأنه يسقط ويحضر البشر عن طريق الحق. فتاخدوا بكلام اليهود الربوات القدامى، ولا تاخدوا بالدعاءات شوية ربوات يهود حداثة بيقولوا كلام من أغرب وأعجب ما يكون، يخالف فكرهم اليهودي وطبعا يخالف الكتاب المقدس. فهل بعد ده لسه بيدعي المشكك أو هؤلاء ربوات اليهود انه اللي بيقولوه ده فكر يهودي؟ الحقيقة لا. فده فكر بعض ربوات اليهود الحداثة الخطأ،
ففي نهاية كل النقاط اتضح أن فكر هؤلاء خطأ، والشيطان في العهد القديم زي ما ذكر العهد الجديد بالظبط ملاك ساقط شرير مضل. هكمل بقية النقاط لأن لسه ليهم نقاط أخرى في الجزء الثاني اللي هيبقى الخدمة الجاية بعد فترة الأسئلة بمعونة ربنا، والمجد لله دائما. وكالعادة آسف لو أخطأت بقول بتعبير بمعلومة، أنا إنسان ضعيف بأخطئ، لكن ده لو حصل لم يكن عن قصد، وربنا يبارك حضراتكم جميعا.